الشطيرة جاهزة! صنعت هذه الشطيرة لك! تبدو شهية! إنها لذيذة! ماذا؟ هناك شيء فيها! هل هذا الشعر؟ يا كنت سأختنق بسببه! هذا مقزز! يا إلهي، لابد أن هذا شعري! هذا غير مقبول يا آني! مرحباً! يا آسفة، حدث ذلك بالغلط! أبعديها عني! لا يمكنني أكلها الآن! أشعر أن الشعر عالق في حلقي! هلا! هناك شيء عالق! النجدة! أنا أختنق! سأنقذك يا توماس! سأنقذ حياتك! انظر إلى كرة الشعر طائرة! هلا! لا شيء يمكنه إيقافها! تسديدة مثالية! آني! آسفة! كدت أموت لمعلوماتك! أجل، أنا آسفة! ستشعرك هذه الشوكولاتة بتحسن! أرجوك! سأسامحك! أنت تعرفين أن الشوكولاتة نقطة ضعفي! هذه الشوكولاتة لذيذة! لكن لحظة! ماذا لو كانت مصنوعة من الشعر؟ كلا، لن آكلها! هل هناك شعر في فمي؟ تصبح دراميًا بشكل مفرط أحيانًا! حظيت بوقت ممتع معك! حسنًا! تصبحين على خير! في الواقع... أراك غدًا يا كريس! لا أصدق ذلك! ما هذا الشيء على وجهي؟ هل هذا؟ كيف الحال؟ يبدو أني سأعيش معه! شبعت من النوم! هذا الجليتر عالق بشدة! بالراحة! مت أيها الزومبي! هيا يا كريس! هيا هيا هيا! نجحت! كنت أعلم أنك ستنجح! هذا جنوني! جنوني للغاية! أظن أنه يحدق بي! ما هذا الشيء على وجهك؟ هذا الجليتر لا يتركني! هذا أفضل! مهلاً! شباب أغبياء! هل شعري مرتب؟ هذه اللعبة مسلية! من الطارق؟ سأختلس النظر من النافذة! يا إلهي، خطيبي! مرحباً، هل يوجد أحد هنا؟ لم يرني على الأرجح، أحتاج إلى مكياج بسرعة! لا تهلعي، ماذا سأضع أولاً؟ سأبدأ بكريم الأساس! القليل يكفي! لماذا لا يتوزع جيداً؟ هذا مزعج! جيد! حان دور الماسكارا! بثبات! ليس لدي وقت! ما الذي يؤخرها؟ استعجلي! يا إلهي، انتظر قليلاً! هيا! أين أحمر الشفاه؟ هذا اللون جميل، لكن لا أستطيع وضعه! ما المشكلة؟ وجدتها! سأستخدم أظافري! هذه حيلة جيدة! سأوزعه على شفتيه! أنا جاهزة! أهلاً يا وسيم! أعتذر على التأخير! تبدو مثل مهرج! تبدين رائعة! زهور، هذا لطف منك! أمل ألا يرانا أي أحد! أنا أعشق السوشي! عيدان الأكل جاهزة! يبدو شكله شهياً! طعمه لذيذ! لا تأكلي كل السوشي!
إلى الهول، إنها تأكل بسرعة. على مهلك، يفترض بنا مشاركته. استخدام عيدان الأكل سهل. ربما إن... كلا، ماذا عن؟ لا تزال تأكل، لن تترك أي شيء لي. لا أستطيع التوقف عن الأكل. هيا يا عيدان الأكل، تعاوني معي. لن أستخدمها، سأكل بيدي. أخيراً، بثبات إلى فمي. اقتربت كثيراً. أنت السبب. أو لحظة، لدي فكرة. هذا الطبق لي. سأغرس أظافري في السوشي. سأستخدم كل أظافري. يبدو هذا السوشي شهياً. لم تتركي أي شيء. أوه، هذا مقزز. لا أكثر، أنا جائعة. أجل، يجب أن نشاهد الفيلم. أها، نعم. هاو، إنها فرصتي. واصل السير. أوه يا، كيف حالك يا صديقتي؟ كلا، لن أسمح بذلك. اتركي قدمي. هيا اتركيني. هل أنت مصنوعة من الغراء؟ يبدو أنك ستأتين معي إلى حصة الكيمياء. مغامرة جيدة، هذا مشوق. من الصعب التركيز. هل أنت بخير يا علكة؟ هذا مذهل. هذه العلكة الغبية تشغل كل تفكيري. متى ستتركيني وتنصرفي؟ متى سأستعيد خصوصيتي؟ هذه الحصة مملة. لم أعد أستطيع التركيز. سأتناول أي شيء ليسليني. أحب هذه العلكة. سأصنع بالونة منها. أو أجل. هذا سيء. بالونتك المسكينة. أنت سيء في ذلك. هل أنت أفضل مني؟ أعطني علكة. شاهد وتعلم. كيت، بالونتك كبيرة بالفعل. يا إلهي، هل أبهرتك؟ يمكنني نفخ بالونة أكبر. إنها تكبر. بدأت أفقد السيطرة. أجل. احتدمت المعركة حامية الوطيس. كيف فعلت ذلك بسرعة؟ سينقطع نفسك. سيكون هذا سيئاً. كدت أنتهي؟ كان ذلك رائعاً، لكن العلكة عالقة في شعري الآن. لقد خسرتي. كان يجب علي توقع حدوث ذلك. ينمو حاجبي بسرعة. يبدو مثل رجل الكهف. يعني القط، تعرف المطلوب منك. طبعاً، أعطيني هذه الشعرات. كنت أصل؟ كلا. ماذا عن هذا؟ سأستهدفها. نتفت شعرة طويلة. مهلاً، هل يجب أن أرميها؟ ما الشعرة التالية؟ حان وقت العودة إلى العمل. أريدها كلها. مرحة. هولا، ما مدى قوة هذا الملقط؟ أحمر الشفاه هذا مثالي. إلى اللقاء في المرة القادمة. حان وقت بقية وجهي. هذا الضوء قوي. مهلاً، ألحان دوري. متى نظفت هذه الإسفنجة آخر مرة؟ من الفظيع أن أستخدمها وهي قذرة. لكني أوزل غسلها دائماً. لا تضربيني بقوة. أتحسس من غبار المكياج دائماً. في الواقع لدي حل. سأنقعها في الماء لبعض الوقت.
سأضيف سائل تنظيف. هزل. ما أجمل هذا الشعور، رائحة هذا الشيء منعشة. وسيساعدني المايكروويف. دقيقتان، ابدأ. بضع دقائق تكفيني. أوه، إنها جاهزة. الكوب حار. أصبحت نظيفة. أجل، استعدت نظافتي. حافظي على نظافتي أرجوك. أنا متحمسة لاستخدامها الآن. جاهزة؟ ماذا؟ مهلا، هل أنت جادة؟ لكنك نظفتني للتو. إنها توزع كريم الأساس بالتساوي. لكن يجب أن ننظفها مرة أخرى. هو طعامك. على هذه وجبتي سأضع تقييماً سيئاً للغاية على مستوى الخدمة. وهذا أيضاً. الآن أصبح أفضل. أنا جائعة للغاية. أهلاً، لدي فكرة أفضل. سأخذ قليلاً من المربى وأستخدمها لتلوين الوجنتي. هذا أفضل. لكن ما يزال هناك شيء ناقص. أعرف، سأستخدم الملعقة لأخذ بعض الفتات من القضبان. يحتاج كل شخص إلى قليل من التألق في حياته. وسأستخدم هذا النبات بطريقة مفيدة. يجب ألا أنسى حاجبي. أحب لون هذه الحجارة. سأصنع منها مظلل عيون رائع. والآن أشعر بأنني عدت إلى طبيعتي. جيد، لا يوجد أحد بالجوار. تصرف بشكل طبيعي ولن يشك أحد في شيء. أنا أنظف الأرضية، لا شيء غريب يحدث هنا. عمل شاق. ما هذا؟ المشكلة، هل هو مكياجي؟ أعتقد أنه ينبغي أن تلقي نظرة بنفسك. ماذا؟ لماذا أبدو مثل المهرج في المرآة؟ هذا محرج للغاية. هل هذا أفضل؟ ليس مخيفاً، لكن لدي شيء يمكنه مساعدتك. ما هو؟ انظري، اخدمي نفسك بنفسك. رائع، هل هذه مستحضرات تجميل؟ أشكرك. ما رأيك الآن؟ انظري بنفسك. مدهش، أحب هذا القميص. أعتقد أن السجن ليس سيئاً على الإطلاق. حسناً يا طلاب، جمعت كل هواتفكم. أوه، يجب أن أخبئ هاتفي. هل أعطاني الجميع هواتفهم؟ هش يا هاتف، هدوء. توقف، ستكشفني المعلمة بسببك. حسناً، أمل أنكم مستعدون للاختبار. إنها مشغولة، سأستخدم هاتفي. سأحصل على امتياز. هذا ممتع. هذه إجابة السؤال الثالث. سأجد بقية الإجابات. توقف، أنت تدغدغني. وش، ستكشفني المعلمة. أوه، يبدو أنني بأمان. يا عالم، انظروا إلي. يا إلهي، اخرس. لا لا لا، هاتف، أحدهم يغش. احضر هذا الهاتف حالا. حسنا، خذيه. عد إلى مكانك الآن. آسف يا صاح، لا يمكنني البقاء ساكتان. كتبي التي لا أحتاجها في الخزانة. سأرتب شعري أيضاً بما أني هنا. يبدو مرتباً الآن. يا للروعة، شعرها مذهل. إنه كثيف ومنفوش. واو، جميع الطلاب معجبون بشعرها. يا للروعة، أنت جميلة مثل نجمة سينمائية. اقبلي هذه الهدية البسيطة، دباستي العزيزة. أحضرت لك هدية أيضاً. إنها تتلقى هدايا من الطلاب. لماذا لا يبدو شعري مثل شعرها؟ حتى أحصل على هدايا أفضل. ربما يمكنني تكثيف الشعر بالمشط. ستنجح هذه الطريقة، أنا واثقة. انتهيت، سيجذب هذا الشعر الأنظار. لحظة، لماذا ملمس شعري غريب؟ يا ويلي، أبدو مثل عروسي فرانكشتاين. يجب أن أختبئ خلف هذا الكتاب. يكفي هذا، يمكنكم الانصراف. يجذب شعري الكثير من الاهتمام.
ماذا؟ ما هذا شيء خلف الكتاب؟ أوه، شعرها بحاجة ماسة إلى مساعدة. ما الذي تفعلينه هناك؟ لا شيء، كنت أجرب تسريحة جديدة. لا تقلقي، يمكنني مساعدتك. كل ما تحتاجينه مثبت الشعر وهذا المشبك. هذا كل ما أحتاجه؟ هل أنت متأكدة؟ أولاً، خذي هذا المشبك وضعيه في مقدمة شعرك، ثم رشي مثبت الشعر. استخدمي الآن مجفف الشعر لتجفيفه. ممتاز، هذا يكفي. حان وقت خلع المشبك الآن. انظري إلى كل هذه الكثافة، والطريقة سهلة للغاية. واو، يبدو شعري أكثر كثافة. أشعر أني عارضة أزياء. شكرا جزيلا على المساعدة. على الرحب واسعة، استخدمي قوى شعرك الجديدة بحكمة. أهلا يا شباب. أنا أتضور جوعا. أحاول التركيز. ها؟ يبدو هذا لذيذا. أو ماندي، هل أنت بخير؟ لابد أنك تحبين هذه الساعة كثيرا. ماندي، يوهو، ماذا تفعلين؟ أو لا شيء، لا تهتمي. حسنا أيها الطلاب، هذا مهم. أعرف ما سأفعل، سأتناول وجبة خفيفة بسيطة. إنني أتطلع لهذا. أوه، انظروا إلى هذه الدونتس فحسب. ماذا؟ عليها كريمة التزيين الوردية المفضلة لي. هذا لا يصدق، طفح الكيل. أهم، ماندي، الطعام ممنوع في الصف. كنت أعمل أنك لن تلاحظي. كان ذلك واضحا نوعا ما. لا مزيد من هذا. حسنا، أريد تناول قطعة دونتس فحسب. أوه، تمنحني ربطة شعر صاني فكرة. سينجح هذا، يبدو جيدا ورائحته جميلة. هل أشم رائحة دونتس؟ حسنا، هذا غريب. لقد خضعت تماما، أظن أنني أستحق مكافأة. واو، هذا ذكي جدا. هل يمكنني تناول واحدة؟ تفضلي. واو، شكرا. كريمة تزيين وردية. ما هذه الضوضاء؟ درس رائع يا آنسة. أوه، شكرا لك على ما أظن. يا له من نوع هانا، حلمت أني رابنزل وكان الأمير وسيما للغاية. يا لها من طريقة رائعة لودي يومي. يا له من كابوس بشع، كل تلك الحمم والحرارة. يبدو شعري وكأنه خرج لتويه من حفرة نيران. أوف، كل شيء مبلل. أنا في حالة بائسة. شعري ومكياجي. أوه، المطر ينهمر بغزارة. من الجيد أني أحضرت مظلتي معي. أوه، هذا ظلم. يا إلهي، ماذا حدث لك؟ أفسد المطر كل شيء. أجل، يحتاج شعرك إلى مساعدة. أوه، مهلا. خطرت لي فكرة جهنمية. انظري، مجفف الأيدي هناك. ضعي رأسك تحته. ستنجح هذه الفكرة، ثقي بي. جيد، دعيه يجفف شعرك. مستحيل، لقد جفف شعري بالكامل كما قلت. شكرا على مساعدتي. علي الانتهاء من أخذ هذه الملاحظات. هذه نهاية الصف. انظر إلى هنا. القطط حمقاء للغاية، أحبها كثيرا. عليه ملاحظتي الآن. يا لها من خرقاء. خرقاء؟ حسنا، ربما يحب الخرقاوات. انظر كما أنا ذكية. ما ذلك؟ إنها تريني كتابا. أجل، لا أحبذ الكتب، إنها غبية.
الكتب غبية؟ لا ينجح أي من هذا. حسناً، طفح الكيل. علي تجربة شيء متطرف على ما أظن. لغة بسيطة، شيء سيفهم. وجدتها. يا إلهي، لقد دخلت لتويها. كلا كلا كلا، سأخفي الدليل. لم أفعل شيئاً. القطة تحبها. انظروا من جلست بجواري لتويها. مرحباً، كيف حالك؟ ما الذي يميزها ولا أملك؟ لماذا تحصل على كل انتباه الصبيان؟ على اللحظة، فهمت؟ إنه شعرها. لكن ليس لدي شعر طويل مثلها، ولا مشى بك شعر جميل. مهلاً، ربما هناك ما يمكن أن أجربه. آسفة يا قلمي، علي تفكيكك لأجل هدفي. حسناً، سأضع بعض الغراء الساخن على طرف النوابض الصغيرة، ثم سأضيف إليه دائرة صغيرة. ها نحن ذا، لقد ثبتت في مكانها بالغراء ولن تذهب إلى أي مكان. والآن علي لف شعري هكذا. سأضع المزيد في أماكن مختلفة أيضاً. أجل، لقد نجحت تماماً مثلما توقعت. حسناً، معذرة، مرحباً. تبدين مختلفة تماماً، أحببت شكلك. رائع، تجديد مظهر مذهل. ماذا؟ ألم يرى فراشاتي؟ لا يهم، لا أحب القطط حتى. هذه المقاطع مضحكة. أمل أن تعجب هذه الورود كيت. أنا مستعد. أوف، من الطارق؟ إنها 42 دقيقة، ثم أرتدي ملابسي حتى. مرحبا. كيت، تبدين رائعة. هل هذه الباقة لي؟ أوه أجل، شكرا، أنا أعشق الورود. لكن يجب أن أتجهز. سأنتظرك هنا، لن تستغرق وقتا طويلا. طيب، لا تهلعي. ماذا سأفعل أولا؟ مجفف شعري بالطبع. أتمنى لو كان يحتوي على زر تجفيف فائق. يا إلهي، أشعر بالجوع. لدي وقت للطلب، صحيح؟ لا، ليس الآن. يا إلهي، شكراً، ستسكت هذه البيتزا جوعي. هل هذه أنا؟ يجب أن أفك شعري المتشابك. أي، هل تعبت معي؟ مر يوم آخر. أتمنى لو كان معي تقويم. دبلت باقة الورود مثل علاقتنا. طيب، انتهيت من الجانب الأيمن. آمل أن أمتلك الطاقة لهذا الجانب. لم أعد أستطيع قراءتها مرة أخرى. لماذا اخترت فتاة مع شعر طويل؟ ألا يبدو شعري رائعاً؟ إنه ناعم وجاف. يجب أن أذهب لتوماس. طيب، أنا جاهزة. توماس؟ ماذا حدث لك؟ هذا مستحيل. أظن أننا لن نذهب للعشاء. أجل، حتى الورود ماتت. إنها غلطتي. يا إلهي، أمل أن شكلي مرتب. تبدين رائعة يا ماديسون. جمالها ساحر. ثانية واحدة. هذا النفس يصرع جملاً. المعذرة. هيا، أين العلكة؟ أمل أن تساعدني. كل شيء جيد هنا؟ من أين تأتي هذه الرائحة العافنة؟ ها هي، هذه البكتيريا تفسد كل شيء. سأتولى أمرها. أوه، لم أرك يا أيتها العلكة. لا يمكنك هزيمتي. سيكون هذا سهلاً. أوه، حقاً؟ ها؟ أو لا، كيف تجرأت؟ أهذا كل ما لديك؟ لا يمكنك التصدي لقوتي. تصويب، لم تصيبني. هذا الإحماء فقط، خذ هذا. يا إلهي، إنها سريعة.
لكنها ليست سريعة بما يكفي. حسناً، لن أتساهل معك بعد الآن. لحظة، إنها ضخمة. لا أحد يعبث معي. هل الأمور طيبة ومنتعشة؟ الأمن مستتب هنا. هل عملت العلكة؟ أجل. حسناً، ماذا كنا نقول؟ أنجزت مهمتي. أهلاً بكِ. لا، آمل أن شكلي مقبول. سأفعلها. هو أجل، حانت اللحظة. أنا سعيدة لأننا نفعل هذا. لنلتقط صورة ذاتية. ابتسمي. سيبدو هذا لطيفاً. واو، انظري إلى الأعلى، توجد مروحية. أشلي، تفقدي هذا. واو، هذا رائع جداً ومثير للرياح. الرياح تتوجه إلى طريقنا. شعرك فوضوي. حقاً، حسناً، هذا سيء. إنني أحب مظهرة. لا تقلقي، لدي فرشاة. شكراً. قد يستغرق هذا وقتاً. أشعر بملل شديد. أخيراً، عاد شعري إلى مظهره الطبيعي. استيقظي يا ماندي. يمكنك استعادة هذا. تبدين رائعة. لنحتسي بعض الصودا. كلا، لقد عادت. أحتاج إلى حماية شعري. استرخي، لدي فكرة. سأقسم شعرك وأمسكه بينما تستديرين. استمري، كدنا ننتهي. والآن سألفه في شكل كعكة، وسأستخدم ربطة الشعر هذه لتثبيتها في مكانها. واو، كنت أبحث عن مظهر جديد لي. والآن يمكننا الاسترخاء. إنها تعود مجدداً. إنهم يفعلون ذلك بشكل متعمد. وقد ثبت شعري في مكانه. أنت عبقرية يا ماندي. أعرف ذلك. لنلتقط صورة ذاتية أخرى. نبدو رائعتين. واو، هذا ليس قلبا حقيقيا، صحيح؟ يا شعري الحديث عن الشرايين بالتوتر. هل ابتعت ظفري للتو؟ كدت أموت يا إلهي. هذه الأظافر خطرة، ولقد مضغت جميعها. انظروا إليها، لا يجب أن يراني أحد هكذا. ما المشكلة؟ هناك خطب ما بالتأكيد. طيب، لقد قضمت جميع أظافري. فظيع. لكن لا يجب أن تظلي هكذا. لا تنظر إلي المدرسة، صحيح؟ حي صديقتي المفضل الجديد. كوريكتور؟ عظيم، سأجربه. إنه طلاء أظافري. يا لك من عبقرية. حان الوقت لإصلاح الأمر. لقد تحسن مظهرها بالفعل. مثالي، شكرا لك. لفعل ذلك، اسكب الكوريكتور في وعاء صغير. حينما تفرغ العبوة، أدخلي القمعة في الفتحة. والآن أحضري طلعك المفضل واسكبيه هكذا. قد يستغرق الأمر بضع دقائق. أخرجي القمعة الآن وأعيدي الغطاء إلى مكانه. هذه أسهل خدعة على الإطلاق. وانظروا إلى مدى جماله. يجب الآن عمل اليد الأخرى. ماديسون، آمل أنك لا تستعملين الطلاء في الصف. ففي النهاية، هذا ليس صالون تجميل. كان يجب أن أكون أكثر تحفظاً، لكنه مجرد كوريكتور. انظري. أعتقد أنك على حق. لنعود الآن إلى الصمام الأورطي. شكراً مجدداً. لم أنسى إحضار الأقلام المناسبة، صح؟ أكره حياتي، أكرهها حقاً. يبدو مظهرك فظيعاً يا ماديسون. ماذا حدث؟ لماذا لا ترين بنفسك؟
لقد انقطع علاقتي بي نهائيا. لا عجب انك تبكين، قد تودين دفع قدام ظهرك في المرآة. لقد سالت الماسكارا. انا بشعة فعلا. تمرين بيوم عصيب فقط، من المؤكد انه بمقدور مساعدتك. المساحة القطنية من منزلي، هل تودين واحدة؟ تفضلي يا فتاة، صارت لك. استعمليها لمسح المكياج. لقد استحق الأمر تجربة على ما أعتقد. أضعها على عيني هكذا؟ واحدة لكل عين صح؟ وهكذا بالضبط، لم يعد وجهي شبيها بالراكون. كان هذا الكثير من المكياج. لنرى كيف تبدو عيني الآن. لقد استعدت جمالي بفضلك. هل تودين معرفة سري؟ هل رأيت هذا الملف البلاستيكي؟ استعملي مقاسا لقص شريط. عندما تنتهي من ذلك افتحيه هكذا. ضعي المساحات القطنية على الشريط بهذا الشكل، ومن ثم اسكبي القليل من مزيل المكياج في جميع المساحات القطنية، ومن ثم اغلقي الغلاف واحضري ورق البارشمان وضعي الشريط داخله، ثم احضري جهاز تمليس الشعر لاغلاق البلاستيكي باستعمال هذه الورقة. هذه الأخيرة، أزيل الورقة الآن، وها قد حصلت على هذه، فوت إزالة المكياج المحمولة. رائعة للغاية، لقد أنقذتني اليوم، ربما سأحتاج إلى المزيد لاحقاً. أوف، الشعر الطويل مزعج أحياناً. الهواء الساخن قادم. حسناً، هذا يكفي. قلت إن هذا يكفي. يا إلهي، يا للهول، يبدو مثل عرف أسد. يجب أن أمشط شعري، إنه عالق في شعري. لماذا يعاندني هذا الشعر؟ ما أجمل ملمس شعرك. توقف عن لمسي، أريد استعادة شعري الناعم. يا إلهي، كل هذا الشعر؟ ستكون هدية تذكارية منك. هذا مقزز، أعطني إياه. يا أصبح المشط نظيفاً. لديك شعر رائع يا أني. شكراً على المساعدة يا مشط، سأستعرض شعري الآن. كيف الحال يا صديقتي المقربة؟ أتودين سماع الموسيقى؟ أوه، هذا رائع. دعيني أنضم إليك. هذه الموسيقى مذهلة. هل نضيف قليلا من الألوان إلى جلسة الاستماع هذا؟ أوه، أنا جاهز. استعداد؟ تصويب؟ أوه، أين المرآة؟ هناك، لنفعل ذلك. أها، أمسكت بها. جاري إبراز الشفتين باللون الأسود. كدت أنتهي. أجل يا جاك، يمكنك فعل هذا. يا للهول، معذرة أيها السيد، لقد أمسكت بك. لقد أمسكت بنا. توقف يا جاك، توقف. دخلت المعلمة للتو. لم أرك هناك. تعرف القواعد؟ هذا صحيح. يا للهول، ماذا أفعل بذلك؟ أعتقد أن بإمكاني إيجاد حل ما. هل لديكم مكياج لتخفونه؟ غيروا شكله فحسب، ضعوه على هذا لينصهر. لن يستغرق ذلك طويلاً. يبدو رائعاً، أليس كذلك؟ حين ينصهر تماماً، استخدموا سرنجة لتعبئته فيها. إلى الداخل. وحين تمتلئ، يمكنكم نقله إلى هذا الشيء. آمل أنكم لم تعودوا بحاجة إلى هذه الحافظة بعد الآن، لأنها الآن أصبحت حافظة لطلاء الشفاء. بوم! حين يتماسك، يصبح جاهزاً. حان الوقت. حسناً، سلميني إياه يا صاني. حسناً. لم تمهلني الوقت لطلاء شفتي العليا. شكراً لك، الآن حان دوري، لكن أمري لن يكون مكشوفاً.
حيلة ذكية، أليس كذلك؟ وسأتمكن من طلاء الشفط العليا. الشكل رائع فعلا في الحقيقة. ملا أنت عبقرية يا ساني. هلو، أريد أخذ موعد من فضلك. الثالثة مساء هذا يناسبني. تبي يا أمي؟ على الهول، كنت أن تفقعي عيني. تركت البيضة على النار. ما أجمل الشمس، هذا مريح. احترس من ضربتي. لم أفعلها. هل تحب الحلوى؟ يا لظرافتك، لكن ما هذه الرائحة؟ هل عرق يتصبب مني؟ يا إلهي، أمي، يجب أن أتصرف. سأقلبه الآن. إنه عالق في المقلاة. ماذا يحدث؟ هذا ممتع. مرحى، أنا أحلق. هذا مؤلم. ماذا حدث؟ يبدو أني نضجت تماما. ستقتلني أمي. لم أفعل أي شيء. حسناً، هل المكان خالٍ؟ رائع، سأتناول هذه الشوكولاتة. سأفتح الكيس. ما هذا الضوء؟ مستحيل، فتح الكيس. سأستمتع بأكلها. إنها ترج الكيس. حان وقت أكلها. أنا قادمة. حبة حمراء، لذيذة، إنها المفضلة لدي. هيا اختاريني أنا. هذا أسوأ لون. ماذا؟ لقد عادتني. أنا دوري الآن. الأصفر أفضل بكثير. لا، لقد عاد الطلاب. انظروا، لديها شوكولاتة. مرحى، ما لدى هذه الشوكولاتة؟ ماذا حدث للتو؟ هل تمزحون معي؟ فأصبح المكان مملاً. إنها أفضل من لا شيء. النوم صحيح. وضعت لفاتي كيرلي على شعري. أنا متحمسة لخلعها. سأبدأ الآن. آمل أن يبدو شعري رائعاً. أزلت أول لفة وثانية. سأحصل على خصل مموجة. ماذا؟ لا يزال ناعماً كالعادة. أين الخصل المجعدة؟ هذا ظلم. أريد شعراً مجعداً. ما الأمر؟ ماذا حدث؟ ما المشكلة؟ شعري غير مجعد. حقاً؟ هذا سبب بكائك؟ أعطيني ثانية واحدة. يمكنك تجعيد شعرك بمكواة الشعر. إنها تفرد الشعر ولا تجعده. كيف أحصل على هذه الخصل المموجة برأيك؟ طيب، أظن أني فهمت. سأخذ خصلة من شعري ثم سألفها بالكامل حتى الطرف بهذا الشكل. حان الآن وقت استخدام مكواة الشعر. سأمررها على الخصلة الملفوفة هكذا. تحولت إلى خصلة مموجة وجميلة بكل سهولة. إنها أفضل من آلة تجعيد الشعر. إنها مموجة بشكل جميل. هل تسمعيني؟ أجل، أنا معك. حان وقت الاستعداد للمدرسة. يا لها من غريبة. شعري جميل الآن. رائع، لا يوجد أحد كما أحتاج بالضبط. مرحباً، أنا هنا في الوقت المناسب. استعدي. ابقي ثابتة. مذهل، كيف أبدو؟ فاتنة، يعطيني شعوراً أفضل. يا لها من قاعدة غبية. لا أحتاج إلى هذا بعد الآن. هذا اللون الذي سأستخدمه الآن. كدت أنتهي، لكني أحتاج إلى لون آخر. أي لون سأختار؟ الأزرق سيناسب باقية الألوان. أجل، سيبرز مظهري كثيراً، لكن سأضع كمية قليلة فقط.
أولا، لقد لطخ شعري. يا له من خطأ غبي، أفسدت كامل مظهري. مهلا، خطرت لي فكرة. قد تنجح هذه الطريقة. سأحتاج إلى وعاء صغير وجل تصفيف شعر. سأضع بعض الجل في الوعاء. هذه الكمية كافية. حان الآن وقت الخطوة الثانية، الجلاتر. سأسكب كل الجلاتر في الوعاء. يبدو جميلاً للغاية. سأستخدم هذا العود لخلط المزيج. يبدو متألقاً ورائعاً. وردي، برتقالي وأزرق. تبدو هذه الألوان مذهلة. سأبدأ بالبرتقالي. أحتاج فرشاة رسم. سأرسم على شعري بهذا الشكل. إنه متلألئ. لم أتوقع هذه النتيجة المذهلة. حان وقت الأزرق الآن. يا لجماله. سأعمل خصلة ملونة على جانب شعري. انتهيت. يبدو رائعاً. انظري إلى كل هذا الجلاتر اللامع. أنا عبقرية. هذه أفضل فكرة خطرت لي. لا أستطيع التوقف عن النظر إلى شعري. يجب أن ألتقط صورة للإنستغرام. سهرت لوقت متأخر البارحة. يا للهول، هذه الآلات السوداء فظيعة. يبدو وجهي متعباً أيضاً. هذا واضح. يا حتى أسناني في حالة سيئة. سأنظف المرآة قليلاً. أجل، هذا أفضل. نظيفة جداً. هذه البلوزة مقرفة. سأغض النظر. نعم. لا وألف لا. حقاً، حسناً. لا ترميه علي. ألا أبدو رائعاً الآن؟ مثل نجم مشهور. هل تظن أنك تبدو جيداً؟ هذا يناسبني تماماً. أتفق معك. يجب أن تكون رائحتي ذكية أيضاً. أظن أني أعاني من حساسية. آمل أن يكون شعري مرتباً. يمكنك تعديله قليلاً؟ لا مشكلة، يمكنني إصلاحه. أبدو رائعاً. سعيدة بمساعدتك. كدت أنتهي. ها أنت ذا، لقد حصلت على مظهر جديد تماماً. ماذا؟ لقد استيقظت. شعري، ماذا فعلت؟ لقد قصت غرتي. يبدو هذا سخيفاً. يتطلب هذا تصفيف شعر طارئ. لابد من وجود شيء يمكنني شراءه. هذا ما أحتاج إليه تماماً. سأبدو بشكلي الطبيعي سريعاً. واو، يبدو هذا مذهلاً. وسيكمل ذوق الشعر مظهري. كان ذلك أمراً مقلقاً. كان يمكن أن يكون ذلك مخيفاً للغاية. حسناً، سأذهب إلى المدرسة. أراك لاحقاً. توقفي. ماذا يا أمي؟ ماذا ترتدين؟ كلا، هذا ليس مناسباً. هيا بحقك، ليست الملابس المبارجة حتى، إنها عادية. رأيتِ أنباء الطقس اليوم؟ بارد وعاصف. هترين؟ لا ترتدين ملابس مناسبة لهذا الطقس. هذا الشيء القديم المهترئ. حقاً. حسناً، ها أنا ذا، ارتديت السترة. سعيدة؟ أجل، أتمنى لك يوماً طيباً في المدرسة يا عزيزتي. هذه السترة سيئة، إنها تشعرني بحرارة وبالحكة. هناك ذلك الشاب الجديد، إنه وسيم. الآن فرصتي لأعرفه بنفسي قبل أن تأتي فتاة أخرى. عجباً، هذا مظهر مثير. شكراً لك، أتود السير معي إلى المدرسة؟ أجل، بالطبع. ماذا هناك؟ ما خطبك؟ يا إلهي، إنها الكهرباء الساكنة من السترة. لابد من أن ذلك ألمك. شعري جنوني أيضاً. هذه السترة غبية، سأرحل من هنا. ماذا؟ هترين، كل شيء على ما يرام يا أمي. حسناً، أنت محقة. أحسنتِ. استمتعي بالمدرسة. سأفعل، وداعاً. هجل، هذا الشاب الجديد ما زال هنا.
أنا متأكدة من أنه بخير. حان وقت نزع السترة. سأنزعها ببساطة. ماذا؟ إنها عالقة. هيا هيا أيتها السترة الغبية، اتركيني. لقد علقت. لابد من شيء لأفعله. كلا، وجهي ومرفقي. يجب أن أنهي هذا الواجب قبل الفسحة. واو، تبدو آني مذهلة اليوم. واو آني، شعرك المموج مذهل. شكراً، لقد أردت تجربة تسريحة جديدة. أوه، شعر آني مميز. هذه التسريحة مناسبة لك تماماً يا آني. أوه، توقف، أنت تعاكسني الآن. شعري ناعم وممل كالعادة. لحظة، أظن أن القلم قد يساعد على تغيير مظهره. سألف شعري حول القلم وأنتظر قليلاً. انتهيت. أظن أن هذه الطريقة لم تنجح. شعري ميؤوس منه. أوه، من الأفضل أن أعود للدراسة. حسناً، سأبدأ بتدوين الملاحظات. تباً، قلمي لا يعمل. سأنفخ عليه حتى يعود للعمل. المعذرة، هل لديك قلم يمكنني استعارته؟ المعذرة، هذا الوحيد معي. إيفا، هل يمكنني استعارة قلمك؟ تبدين حزينة. أنا حزينة لأن شعري ممل. هذا سبب حزنك؟ يمكنني مساعدتك. انظري، خذي خصلة من شعرك. سأستخدم إصبعين للف الخصلة حولهما، ثم سأسحب الطرف من الحلقة هكذا. بعد ذلك سأسحبه للأسفل حتى تثبت الخصلة. أوه، تبدو الطريقة سهلة. لا أستطيع الانتظار لرؤية الخصلة المموجة. توقفي، لا تفكيها بعد. يجب أن تنتظري لدقيقة واحدة على الأقل. حاضر، سأعد الثواني. حسناً، يمكنك فكها الآن. واو، لا أصدق أن الطريقة نجحت. يمكنني الحصول الآن على شعر مجعد ومميز. إيفا، يبدو الشعر المجعد رائعاً عليك. شكراً يا آني، الفضل يعود لك. العفو يا صديقتي. حان الآن وقت العودة للمغازلة. لحظة، أين ذهب؟ أوه، لابد أنك تمزح معي. لقد توقعت ذلك. لم تكن ستحصل على هذا الشعر بدوني. هذا ممل. كم هذا ممل. أشعر بالضجر. هو هاتفي، سأرفع عن نفسي قليلاً. حان وقت صور السيلفي. ستبدو هذه الصورة الرائعة على حسابي. لا يلائم المكياج هذه الإضاءة. يجب إصلاح الأمر. سننعش مكياجك قليلاً ونحرص على أن يكون شعرك مفروداً. والكيرلي؟ طيب، هذا كافٍ. أفضل بكثير، سيحب متابعوني هذه الصور. أبدو رائعةً اليوم، أم لا؟ ليس صحيحاً. أعلم ما الحل. أحتاج إلى الرياح لتبدو صوري أجمل. أجل، زادت الرياح من جمال شعري. ماذا؟ كان من المفترض أن تبعد رياح الشعر عن وجهي. عذراً، إنه مجفف الشعر، لكن سأصلحه. تمام، رائع، لنفعل ذلك مجدداً. توقف، عندي فكرة أفضل. بعض النثار والأشرطة اللامعة في الخلفية. هذه الصورة مثالية. واو، هذا رائع فعلاً. يجب أن أجرب ذلك أيضاً. أني تحصل على النثار بينما حصلت على القمامة. لنجرب ثانية. أحتاج إلى المساعدة في المكياج وشعري رجاءً. لا أعمل دون مقابل يا عزيزتي. يجب أن تدفعي لي مقابل خدماتي. طبعاً، أكيد، سأحضر المال. ما هذا؟ دولار واحد؟ مغسول كمان؟ طيب، اثبتي في مكانك بينما أضع المكياج. مرحى، شكراً، سألتقط الآن صورة السيلفي. يا إلهي، ما هذا؟ لما يبدو وجهي هكذا؟ أبدو كالمهرجين. أين أجلس؟ يبدو هذا المكتب جيداً. كلا، لا تجلسي هنا. علي الإسراع. ابتعدوا عن طريقي. تحرك أيها الأخرق. هذا مكتبي، وصلت هنا أولاً. اعثري على مكان آخر لتجلسي فيه. هل أنت جادة؟
حسناً، لنفعل هذا. أريني ما لديك. ستهزمين. حجر ورقة مقص، انطلقي. حسناً. هاجل، لقد فزت. المعذرة يا فاشلة. أشلي هي الأسوأ. هل ستبكين؟ هذا هو المكتب المثالي، بجانب المجلدات تماماً. خذي مجلداً وقصي الغلاف الخلفي. ضعي الغراء على المجلد. تأكدي من وضعه حتى الأسفل. اقلبي المجلد على جانبه وألصقي مجلدات مقصوصة به. وكرري هذا بمجلدات أخرى. ثم ألصقي مجلداً آخر في النهاية. كانت تلك فكرة رائعة. مخزوني السري من المكياج. لدي كل ما أحتاج إليه هنا. ولم يتطلب الأمر سوى بعض الإبداع. كان علي الجلوس هنا. علي أن أبدو بمظهر جيد في الصف. والآن أبدو كذلك. مستحيل، كيف ذلك؟ هاتغارين؟ كلا. أهذا مكياج؟ أين نظارتي؟ كنت أبحث عن هذا القلم. ظننت. لا تهتمي. أحب ظل العيون، إنه لطيف. أنا نسانة. من الأفضل أن أعد أغراضي. مرحباً. ظننتك شبحاً. مضحكة. أنت شاحبة للغاية. أياً كان، أنا متعبة كثيراً. ربما علي مساعدتها. لابد من شيء هنا يمكنها استخدامه. أها، هذا مفيد فعلاً. انظروا إليها. استيقظي. ما الأمر الآن؟ يمكنك الحصول على هذا. غراء رائع، أنت طيبة. اسكبي. حسناً، ولكني أعلم ما هو الغراء. ماذا يحدث؟ أهذا مكياج؟ أي سحر هذا؟ تفضلي، استخدمي هذا لتصبحي مقبولة المظهر. حسناً، ولكني مرتبكة كثيراً. خذي زجاجة غراء فارغة، نظفيها وانزعي الغطاء. وخذي كريم الأساس المفضل لديك واملئي به زجاجة الغراء. وحين تنتهي ضعي الغطاء مجدداً وسيكون لديك مخزون سري من كريم الأساس. قد فهمت. شكراً. لا مشكلة. هذا أفضل بكثير. كيف أبدو؟ رائعة. تفضلي. كلا، استيقظي. اخرجي من تلك الحالة. ما زال لدي 3 صفوف. أحتاج إلى القليل من الكافيين. نخبكم. والآن هذا ما أتحدث عنه. من الذي أمازح؟ أحتاج إلى 10 أكواب أخرى. مهلا، هذا جيك. يا له من منظر يسر هاتين العينين الملتهبتين المتعبتين. انظروا إلى ذلك الوجه فحسب. أتساءل إن كان سيلاحظني حتى. هل سيجلس هنا؟ تبدو عيناك متعبتين. يا للهول، هذه الانتفاخات مريعه. لابد ان لدي شيء يمكنه المساعده. هجل. ماذا عن لوح الوان ظلال العيون؟ هذه مجرد فتات. ماذا لدينا هنا؟ نبات الوفيرا. فلتبدا اللعبه. شكرا. نباتي انا. شاهدوا وتعلموا. هل هذه عبوة طلاء شفاه فارغة؟ املأوها بخليط الألوفيرا. إنه سائل جداً. والآن أعيد وضع الغطاء ثم رجوه جيداً. الآن أصبح هلام الألوفيرا. أليس هذا رائعاً؟ أنت على وشك إنقاذي اليوم أيها الصغير. الألوفيرا رائعة لعلاج العيون المرهقة. إنها مهدئة جداً. وهذا كل ما في الأمر. هذا أفضل بكثير.
مزاجك. ها؟ يا للروعة، هل يعجبك ما تراه؟ ها؟ بالتأكيد. أترين مشاهدة فيديو معي؟ حسناً، هل كل شيء جاهز للاختبار؟ ادخل الصف. رائع. أوه، كيف حالك يا صاني؟ لدينا اختبار اليوم، أليس كذلك؟ من الجيد أنني أتيت مستعداً. مرحباً. لا يهم، هذا كل ما احتجت إليه. حسناً، أعتقد أن هذا أفضل وقت لتناول وجبتي الخفيفة. لأبدأ بتقطيعها. ما كل هذا القصد؟ ها؟ قلم يا رصاص، لماذا يحدث لي ذلك دائماً؟ أتمانعين إعطائي هذا؟ أهلاً. أراهن على أن هذا سينجح. من يحتاج إلى مبرات أقلام الرصاص حين تكون معه أداة مفيدة كهذا؟ هذا ينجح، أرأيتم؟ موديل أصبح جيداً كالجديد. ها نحن. ها جيك، بقي القليل من التضليل هنا. ما هذا بحق السماء؟ هاو، مرحباً، هذه من أجلك. يا إلهي، هذه أنا. هذا أشبه بالنظر في المرآة. على الرحب والسعة. شكراً لك. إذن تعجبك لوحاتي، أليس كذلك؟ قفنا مكانك. مرحباً، أنا هنا لحضور الحفلة. تفضلي بالدخول. مرحباً، فلتحظي بليلة رائعة. هل يمكنني الدخول؟ ليس بهذه السرعة، يجب أن تتزيني بقليل من الحلي اللامعة ولست ترتدين أي منها. حقاً، ولكنني أحب ملابسي. أظن أنني لن أحضر الحفلة أيضاً. أوه، انظروا إلى هذا. لدي فكرة. حان الوقت لتشتيت انتباهها. إن أرادت حلياً لامعة فسأعطيها ذلك. أوه، ما هذا؟ بلطف وهدوء، علي الإسراع. أنت ماذا تفعلين؟ ارحلي من هنا. وقحة للغاية، ولكنني حصلت على خاتم جديد. الفائدة. أنت انظري إلى هنا. ها؟ من أنت؟ تفقدي هذا. واو، اختيارات عديدة، ولكني سأشتري هذا. هذا سيكلفك الكثير. شكرا لك أيها الغريب الغامض. لم أكن هنا أبدا. حان وقت العمل، تضع هذه الأحجار الكريمة في شعري. هذا سهل جدا، وهذا يعطيني قليلا من الحلي اللامعة. أضغط على أداة التصفيف فحسب وتلتصق الأحجار بشعري. واو، أوه، أحب هذه الأغنية. واو، هذا ساطع. أعلم إن هذا رائع. واو، ستناسبين الحفلة تماما. شكرا، أحب أسلوبها. هل تشعرون بالملل في المرحاض؟ طالما أن معكم طلاء شفاه عملي، فحيلة تيك توك هذه ستشغلكم. ثقوا بذلك، هذه الحيلة تستحق الانتظار. الآن وقد لونته كله، حان وقت رش رذاذ الماء. هل لم تنبهروا بعد؟ ربما تحتاجون إلى منظور جديد. ها هو، الآن يمكننا التحدث. أما زلتم تشعرون بالملل؟ كم هذا رائع. ماء الحمام دافئ الآن. تجفيف هذا الشعر يستغرق دهرا. آمل أن يوقظني هذا الحمام. هل هذا مقزز؟ شعرها يسقط أكثر من شعر الكلب. أوف كيت، لم تنظف البالوعة. لا تراعين مشاعري على الإطلاق. طيب، يمكنني فعلها. يا إلهي، يا 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 يا، متى سأصل لنهايته؟ لا تتقيا، لا تتقيا. يا إلهي، وصلت لأكبر جزء. أتعيش رابانزل بالأسفل؟ لابد أن هذا الطرف. أوه، ماذا؟ إنه عالق. هيا، أوه، أخرج. استعداد، اسحب. هو
انظر إلى كل هذا الشعر، أشعر بألم. يا إلهي، يبدو مثل حيوان. لحظة، إنه يتحرك. سأحتاج هذا الكتاب للحصة التالية. يا إلهي، لن تصدقي ذلك. واو، مستحيل، هذا لا يصدق. انظري إلى كل هذه الإعجابات. واو، كم هذا رائع. أريد أن أصور مقطع تيك توك أيضا. حسناً، أين يا ترى؟ هذا المكان جيد، سأضع الكاميرا الآن. حان وقت الرقص. سأرتاح هنا. أوه، ماذا؟ توقف عن السقوط. أوف، هذا مزعج. كيف سأسند الهاتف؟ سأجرب هذا المقعد. حسناً، المحاولة الثانية. حسناً عزيزتي، وداعاً. لا 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 لا، توقف، هيا. لقد اتسخ بالغبار. هناك، هذا المكان المناسب. ستبقي الكتب الهاتف في مكانه. ابقى هناك، لا تسقط. ها، إنها ترقص مجدداً. كما لو أن هذه الكتب ستمنعني. وداعاً. أنت تدفعني للجنون يا هاتف. حسناً، هذا هو الحل. أوف، الشريط اللاصق هو الحل دائماً. أوه، أنا عالق على هذا الحائط. سأشاهد الرقصة بالكامل هذه المرة. أجل، أنهيت الرقصة أخيراً. سأفحص المشاهدات. واو، أريد هذه الحلوى. كلا، لا أريد البروكلي. ماذا؟ استيقظي، حان وقت الاستيقاظ. أوف، اخرس. حسناً، استمتعي بالغفوة. هوهو، سأوقظها هذه المرة. أنت استيقظي الآن. توقف، أوف، أنا نايمة. حسناً، مرة أخرى، حان الوقت لبدء اليوم. أوف، هل تعاندني؟ هل أنت مستعدة للنهوض أخيراً؟ المنبه عدوي اللدود. ها؟ ما هذا الإشعار؟ يجب أن تتحققي منه. أوف، هذه الإشعارات كثيرة. حسناً، سألقي نظرة سريعة عليها. هذا يدغدغني. هذا الفيديو مضحك. واو، أنت بارعة في هذه اللعبة. أنا سعيدة بالتحدث معك. جينيفر، انظري لساعة. هل هذا هو الوقت الآن؟ مستحيل. لقد تخلت عني. سأتأخر على المدرسة. لا، شحن هاتفي على آخره. أوف، هذا مزعج. لكن لدي شاحن، سأشحن الهاتف قليلاً. انحني إلى اليمين ثم إلى اليسار. شعري يضايق وجهي. المسي الأرضية. يا، اتسخ شعري من الأرضية. هذا مقزز، يجب أن أغسل شعري. تأخرت عن التمرين. ماذا؟ دعس ذلك الشاب شعري. يبدو أن آني تواجه مشكلة مع شعرها. آني، لدي حل لمشكلتك. ضمي شعرك للخلف هكذا. هذه تسريحة جميلة، لكني لا أعرف كيف أنفذها. أريني طريقة أرجوك. بكل سرور، أولاً اسحبي شعرك للخلف، ثم افصلي جزءاً صغيراً منه هكذا. ما الذي تفعله لشعري؟ ثم سألفه مرة أخرى ومرة أخيرة حتى تكون الرابطة محكمة. وانتهيت، سأرتبه الآن. لمسة أخيرة وأصبحت التسريحة جاهزة. يا إلهي، شكرا جزيلا يا إيفا. ممتاز، لم يعد شعري يعترض طريقي.
حان وقت اللحظة الحاسمة. سألمس الأرضية بيدي فقط دون شعري. واو، شكراً إيفا. لنواصل التمرن. لماذا استغرقت الكثير من الوقت؟ مرحباً، آسفة على التأخير. لماذا ترتدين هذه الملابس؟ ولماذا وجهك هكذا؟ سأغطيه بالقبعة فحسب. هيا، لن ينجح ذلك. لندخل ونقضي وقتاً ممتعاً. مرحباً، ها هي التذاكر. شكراً. حسناً، يمكنكما الدخول. مرحباً، هذا النادي رائع، صحيح؟ ماذا تبدين كئيبة؟ لدي حل. انظري ماذا فعلت قبل الدخول إلى هنا. وضعت هذا المكياج في وعاء صغير، ومن ثم أخذت مظهر اليدين ورششته بالداخل، ثم مزجت جميع المكونات عندما انتهيت حتى حصلت على عجينة متجانسة. هكذا صار جاهزاً. والآن سأحضر فرشاة المكياج وأطلي أظافري بهذا الخليط تماماً كطلاء الأظافر. هكذا بالضبط. حسناً، هل أنت مستعدة؟ سأفرك ظفري على جفونك. واو، يناسبك هذا اللون كثيراً. لنرقص الآن. سأحشر بقية المكياج تحت بلوزتي. مرحباً، أنا مستعدة للدخول. إليك التذكرة. قفي هناك، ارفعي يديك لو سمحتي. حسناً. ما كل هذا المكياج؟ كنت أعرف لدينا قانون يمنع المكياج. حسناً، لا بأس، أتفهم ذلك. سأعود بعد قليل. يجب أن أتوقف عن الترويح بهذه اللافتة. حسناً، سأضع مكياجي على ذراعي هكذا. والآن سألف الضمادات بهذا الشكل حتى أني سأضمد كامل جسمي. تعتقد أنها ستنجح في منعي من إدخال مكياجي؟ ستنطلي عليها الخدعة بالتأكيد. حسناً، أعتقد أني أبدو رائعة جداً. مرحباً، هذه تذكرتي. شكراً، يمكنك الدخول. أجل، لقد نجحت. أهلاً، ما هذا؟ انتبهي يا فتاة. حسناً، هل يراقبني أحد الآن؟ كلا، حان الوقت إذن لوضع المكياج. حسناً، سأستمتع بليلتي. هل الطابور طويل؟ أو لا، لم يتبقى وقت لنهاية المكياج. حسناً، التالي. لا بأس، يمكنك المرور. التالي. أو لا، طبعاً أو لا، أحتاج إلى هذا لألقنك درساً. أوبس، ليس هذا، عذراً. أقصد هذا. دبدوب جميل وظريف. ماذا؟ سحقاً، لا أقصد هذا الدب. هذا ما أردته. المكياج ممنوع. لكني لم أنتهي بعد من عيني الأخرى. ماذا سأفعل يا إلهي؟ مهلا اللحظة، سأعود بعد قليل. مرحباً. حسناً، أنا مستعدة للدخول. أنا صاحبة القرار. دعيني ألقي نظرة فاحصة. يا إلهي، إنها تدقق النظر كثيراً. حسناً، كل شيء مقبول. يمكنك الدخول الآن. أجل، دخلت أخيراً. انطلت عليها الخدعة. حسناً، حان الوقت لنزع الأقراض. الآن سأنهي مكياج عيني الثانية. هكذا أفضل بكثير. الآن سأستمتع بليلتي. علبة كولا ولا أحد حولي. سأخذها، سيكون مقلباً مضحكاً. سأرجها قليلاً حتى تصبح فوارة. هذا أشبه بتمرين لذراعي. هذا يكفي، سأعيدها ببطء إلى مكانها. سأتصرف بعفوية الآن. الكولا، أشعر بالظمأ. سأشربها. فتاة صعب، لا أستطيع الإمساك بالغطاء. يجب أن أغطي وجهي. سيكون هذا ممتعاً. أريد شرب الكولا. افتح. واو، هذا ممتع. سأربح الجولة أخيراً. بدأت أشعر بالملل. افتح أرجوك. ضع
ظفري، هذا أسوأ يوم في حياتي. لقد استيقظت. أعطيني العلبة. فتحها سهل، انظري. الكولا تتراشق، تبللت تماما. شكلك مضحك. أوف، انقلب السحر علي. هذا اللون مناسب للبسي. لماذا لبسها صعب؟ هذا جنوني، ماذا سأفعل الآن؟ لدي فكرة. هيا يا أظافري، لا تخذليني. نجحت، رائع. لقد تمزق، سأحاول مجدداً. ربما سأنجح هذه المرة. ليس مجدداً. الثالثة ثابتة كما يقولون. لا. أنا مستعدة هذه المرة. لا أصدق أنني مضطرة لفعل هذا. هذه الطريقة تعمل. حقاً؟ من أين جاءت؟ حسناً، آخر قطعة. حسناً، ببطء، سأسحبها برفق. لا تخافي وركزي، يمكنك فعلها. كدت أنتهي. نجحت، ارتديتها وتبدو رائعة. مرحى، أخيراً. الحل الصباح. شعري يغطي وجهي. لا أرى أي شيء، سأرتدي عدساتي اللاصقة. ها هي، سأفتح الغطاء. هذه العدسة أولاً. واو، أمسكتها من أول محاولة. بحذر، لا أريد أن أفقع عيني. هذا يدغدغ. هل دخلت؟ كلا، لقد سقطت على السرير ولا أستطيع رؤيتها. عيني تؤلمني، كم هذا مزعج. أظافر غبية. حسناً، أين العدسة؟ ها هي. لم تتسخ كثيراً. على من أمزح؟ لا يمكنني وضعها في عيني. هذه طاولة التسريحة؟ أظن أن هذه نظارتي. سأمشي ببطء وسأتمكن من الرؤية عما قريب. ها هي. وشمعة، ينبغي أن يجعلها هذا سعيدة. لا أصدق أنني أفعل ذلك. رائع، كعكة عيد ميلادي، سأتمنى أمنية. عيد ميلاد سعيد، بلا بلا بلا، ورق ملون. لطيفة، هذا ما أعتقد. حسناً، لقد انتهيت من دوري هنا. تلك الأمور التي أضطر لفعلها. سخيفة جداً، لا تشبه الأيام الخوالي. حسناً، لنرى ماذا لدينا هنا. يبدو لا بأس بها حتى الآن، لكن لدي شعور ما. ربما لو فتحتها. لنرى ماذا هنا. ماذا؟ دمية دب. إنه رقيق نوعاً ما، وهذا يدفعني إلى الجنون. هل هذه لي؟ فتحت هديتي، أنت شرير جداً. رائع، كم هو ناعم وجميل. أخيراً لدي صديق. ما هذا؟ إنه ليس لي. رائع، لديك رموش مذهلة. انتظر، يا له من عيد ميلاد سعيد. يبدو ذلك رائعاً. والآن على الناحية الأخرى. يا له من اختلاف. أشعر بالملل. ما هذا؟ حسناً، دعينا ننتهي هنا. هيا بنا. هيهم، ادخلي إلى هنا. إنها زنزانة لطيفة. مرحباً زميلتي. آسفة، نبات الأطوار. ما هذا؟ أنت أيها الشاب، تعال إلى هنا. مرحباً، ماذا هناك؟ يمكنك أن تحصل على كل ذلك إذا سلمتني ما لديك.
هذه الحلوى كثيرة للغاية. موافق، هذا قرار سليم، هيا خذها. حسناً، لحظة واحدة، ها هي. تشرفت بالعمل معك. تشرفت بالعمل معك، كما احتاج لهذا. استعدي لتشعري بالغيرة. رائع، هذا مثالي، حان الوقت ليبدو رائعة الجمال. ربما ينبغي أن أجرب. أتمنى أن تكون كافية، لكن الأمر يستحق المحاولة. أنت هذه لك. ولم البدخ؟ سأرى ما لدي من أجلك. ها هو، تبدو صفقة عادلة. هذا كل شيء لا يبدو ذلك عادلاً. مثيرة للشفقة. حسناً، هذا أفضل من لا شيء. لا يمكنني إدخال إصبعي حتى. حسناً، خطرت لدي فكرة. سأستخدم هذا المقص. سوف ينجح ذلك. سيفي هذا بالغرض، إنه جميل. حسناً، ماذا بعد؟ سيكون هذا اللاصق مفيداً. إنه أجمل إسفنج تجميل على الإطلاق. سأضعه فوق اللاصق ثم أغمسه في مستحضر التجميل. سأحرص على أن يكون كافياً ثم أستخدمه على وجنتي. إنه جميل. أنت انظري، رائع، تبدو فتاة جديدة. مرحباً، هل يمكن أن نكون أصدقاء؟ حقاً؟ رائع. ماذا علي أن أرسم؟ لنرى. أوه باقي، ستكون عارضاً رائعاً. لا تتحرك. حسناً، أخبرني برأيك. إنها رسمة جيدة، أليس كذلك؟ لقد برعت في رسم عينيك. مرحباً يا عزيزتي. هل هذه لأجلي؟ أمل أن تعجبك. هذا مشوق جداً. مستحيل، لدي أذنا قطة. واو، مهلا اللحظة. إننا توأم يا باقي. نحن جميلان جداً، أحبك. سأعود فوراً. لا مشكلة. لدي مكالمة. مرحباً. أها، يبدو ذلك جيداً. انظري يا أمي، أنا قطة. هذا لطيف جداً. كلا، أذنا القطة خاصتي. لقد انكسرتا. لا يمكنني ارتداؤهما. هذا محبط للغاية. ماذا سأفعل الآن؟ لا تقلقي يا آشلي، أظن أنني أعلم ما يمكنني فعله. علينا أن نكون مبتكرين في تصفيفة شعرك فحسب. سأبدأ بتطفير خصلة من الشعر، ثم سأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. سأطويها قليلاً وسأثبتها في مكانها. لا يمكنني نسيان هذا الجانب. يا لك من قطة لطيفة. أريد رؤية نفسي. واو يا أمي، أنا قطة. نبدو متشابهين يا باقي، وسأحافظ على شعري هكذا. قمت للتسوق واشتريت ألطف علبة ضلال عيون. أشعر بالغيرة كثيراً. أتودين رؤيتها؟ انظري، إنها الأفضل. أحببت الألوان، أتمنى لو كان لدي منها. يمكنك استخدامها بالتأكيد. شكراً لك. مرحباً سيدي. يا بنات، تأخرتما على الصف. لا مكياج. أهناك خطب ما؟ كلا، لا شيء أبداً. ماذا تحملين خلف ظهرك؟ يدي فقط. هناك خطب ما، أريني. كلا، لا أحمل شيئاً. سلميها. حسناً، مكياجي. أجلي، اتركيها. ولكنها ملكي. يا رفاق، هذا غريب. أنت ادخلي إلى الصف. آسفة. اتركيها يا أجلي. جيد، إلهاء. يا لها من طفلة.
للحفاظ على علبة ظلال عينيك بأمان، عليك استخدام الكتب. استخدمي مقصاً لقطع ثغرة داخل الكتاب. تأكدي من أنها على شكل علبة مكياجك، ثم ألصقي حاويات ظلال العيون على الصفحة. هكذا أضيفي بعض الزينة لإعطائها لمسة شخصية ولتخفي شكل المكياج. والآن أنت مستعدة للصف. توقفي عندك، لفي. لا مكياج، جيد، يمكنك الدخول. رائع أني. حسناً. مرحباً، هل أنت بخير؟ أنا في حالة رائعة. عجباً، أعرف أحتاج إلى فرشاة فحسب. والآن يمكنني وضع المكياج. ومن كان يظن أن الكتب تنفع لهذا؟ الزينة مذهلة. هتودين قراءة كتابي؟ يا أستاذة، لقد انتهيت من الاختبار. حقاً؟ ستذهلين، سنرى ذلك. حسناً، أحسنتي. شكراً. ما الذي على وجهك؟ ماذا؟ لا أعلم عما تتحدثين. هذا مكياج؟ كلا، سأرحل فحسب. انتظري، استديري. ليس لدي مكياج. هذا غريب، يمكنك الذهاب. أشعر بشعور رائع. عجباً، لما تبدو رائعة هكذا؟ إنه جمالي الطبيعي. ليتهم عارفوا السر الحقيقي. حان وقت العودة في الوقت، إنها مشغولة. من حسن حظي أني فكرت في هذا مبكراً. خذي منها واقطعي أحد جوانبها بمقص. نحتاج إلى قطعة صغيرة فحسب. ثم ضعي الغراء على مسحة قطنية، ثم اضغطي الممحاة على المسحة، ثم اطلي الممحاة بالماسكارا. غطي الممحاة بأكملها. ها قد انتهينا. سأضع الممحاة على جفني. والآن الجانب الآخر. مثالي. حسناً، أحسنتي. أستحق تقدير امتياز لهذا. باه، أمل أني تركت أشيائي في خزانتي. لقد نسيت مفتاحي. أنا محظوظة. هيا يا حقيبة الظهر الغبية، انزلي عن كتفي. ادخلي هناك وابتعدي عن وجهي. مستعدة للتشجيع. يا إلهي، لقد علق شعري في خزانتي. اتركيني، هذا مؤلم. حسناً، هيا يا فريق، هرينا أن بإمكانك الفوز. آسفة لتأخري، لا يمكنني أن أصدق أنك تأخرت مجدداً. مرحباً، مرحباً. حسناً، أنا مستعدة للتشجيع. هيا لنتدرب على الرقصة الجديدة. أجل، لقد أتقن هذه الرقصة تماماً. شعرها جميل للغاية. حسناً، سنزيد الحماس. طاقة أكبر. حسناً، إن كان ذلك مطلبكم. صدمني شعرها في وجهي. إنك تصدمينني بشعرك. لا تضربيني، سأتفاداك بهذه الطريقة. كلا. بدت تلك سقطة قوية. هيا، لدي خطة، اتبعني. مرحبا بكما، ماذا هناك؟ سنصلح هذه المشكلة مرة وللأبد. ها نحن ذا، انتهيت من الخطوة الأولى. والآن الخطوة الثانية. أحتاج إلى مزيد من ربطات الشعر لهذا الجزء. حسناً، لدي ذيلان، والآن وقت جمعهما معاً. سأقسمهما إلى نصفين وسأصلهما معاً هكذا ذهاباً وإياباً لعدة مرات حتى أصل إلى النهاية. ها أنت ذا، انتهيت. والآن شعرك جميل وتحت السيطرة أيضاً. وها قد عدنا إلى التشجيع. أوهو. أوه، هذه الوظيفة مملة أحياناً. أوه، لقد جاء أحدهم. أنت، هل تعرفين القواعد؟ لا يسمح بالمكياج. ماذا؟ أنا؟ أوه، ليس معي أي مكياج طبعاً. حسناً، لن أصدقك بهذه البساطة. حقيبتي؟ أوه، حسناً، فتشيها. لنرى ما يوجد هنا. مهلاً لحظة، من تعتقدين نفسك؟ أعطيني جميع محتوياتها فوراً. أوه، بالطبع، تقصدين هذا؟ إنه دفتر يومياتي، وها هو هاتفي، وهذا الصندوق. هذا؟ إنها علبة بودرة تحاولين تهريبها. ها؟
حسناً، أنا آسفة، سأتخلص منها. تباً، لا أصدق أنها كشفتني. مهلاً لحظة، دفتر اليوميات، هذا هو الحل. تنزع قسماً كاملاً من الصفحات. عظيم، هكذا بالضبط، مستطيل كامل. فالآن سأتخلص منك بهذا الورق. سأحتاج إلى بعض القماش الجميل. هذا القماش اللامع رائع جداً. والآن يمكنني وضع المكياج في دفتر اليوميات. انتهيت، ما علي سوى إغلاقه هكذا. فالآن بعد أن دخلت بسهولة سأخرج مكياجي السري. لمسة سريعة وسأعود إلى الرقص بحماس. ماذا يحدث في أول الطابور؟ أو لا، تحمل تلك اللافتة. منع المكياج مجدداً، لكني أحمل بعض مكياج الجليتر كالمعتاد. يجب أن أفعل شيئاً حيال ذلك. أهلاً، سأخفيه في فستاني ببساطة. هل صحيح إنه فستان؟ من الواضح أن ذلك لن ينفع. أحتاج لحل آخر. مرحباً، لدي تذكرة. أرى ذلك، لكن هل تخفين المكياج أيضاً؟ سألقي نظرة خاطفة. حسناً، لا أرى أي شيء. يمكنك المرور الآن، لا بأس. الموسيقى في هذا النادي حماسية فعلاً. هل يراني أحد؟ كلا، سأضع بعض المكياج. سأنزع حذائي فقط، ثم سأزيل غطاء الكعب العالي. تدا! الآن حان وقت الجليتر، القليل منه على الخدود. عظيم، أعجبتني هذه الإطلالة. الجليتر الذهبي هو الأفضل. جليتر للجميع. لا أستطيع الوصول لمكان الحكة، هذا يثير أعصابي. وجدتها. بنت، هل يمكنك حك ظهري؟ ماذا؟ حسناً. يا سلام، أشعر بارتياح كبير. هنا بالضبط. جيد، واصلي. كم هذا ممتع. هذا جيد. أريد ذلك أيضاً. بنت، لديك يدان. هيا، أنتما غريبتان. هذا مريح. أحتاج صديقات جديدات. لا أصدق أن هذه هي حياتي. للأسفل قليلاً. هنا. خطرت لي فكرة. هيا، أريد رؤية الحلويات أولاً. أنت؟ شكراً، استديري الآن. أستحق كل لوح شوكولاتة. التالية؟ تحفة فنية أخرى؟ أنا موهوبة حقاً. ماذا يحدث بالخارج؟ مرحباً. ماذا؟ أنا هنا لزيارة آني. حسناً، لم تحضر أي مستحضرات تجميل، أليس كذلك؟ أنا؟ كلا، أنا أشجع الجمال الطبيعي. كل ما لدي مجموعة ألوان. أنا أحب الألوان المائية. لا أعرف، في الحقيقة تلك الرسومات مملة بعض الشيء. يمكنها الاستفادة من بعض الألوان. سأسمح بها، تفضل. لقد قلت إنني سآتي وأحضرت لك هذا. ألوان؟ لا أعرف، شكراً. أهلاً، انظري. هل ترين أي شيء يعجبك؟ رائع، أعطني إياها. أشكرك شكراً جزيلاً. حان الوقت لإضافة بعض البريق إلى هذه الزنزانة. أغمس الفرشاة في الألوان ثم أضع الألوان على جفني. مدهش، حصلت على نتيجة رائعة. رائع، يبدو جميلاً. هل يمكنني الحصول على شيء مماثل؟ لا أعرف، سيكلفك ذلك. لا بأس، خذي المال. لا تتحركي، سيبدو رائعاً. وأنا بعدها. قفنا في صف أيتها السيدات. من أولاً؟ حسناً، أنت. جميل، رائع. لنجرب شيئاً مختلفاً. وأخيراً انتهيت، ولدي ما يكفي من المال لصنع مروحة ورقية. ها قد جاء شخص ما، يبدو أنها شخصية مهمة. هل هي بإمضائك أرجوك؟ يبدو المكان آمناً، لم أرصد أي تهديدات. لا أصدق، إنها رائعة جداً. هذا مذهل. ماذا يحدث؟ رصدت الخطر. مهلاً مهلاً، انتظر، هسأت الفهم. تم القضاء على مصدر التهديد.
أخيرا. أوه، لا أصدق أني سأدوس على هذا الشخص. أين ذهبت؟ أريد الحصول على إمضائها. شكرا على مجيئكم، أنتم أفضل معجبين. سألقي قبلة لكل واحد منكم. ماذا؟ أو لا، أحمر الشفاه. أكره الشفاه البعيدة. لحسن الحظ لدي بديل سري، سأنزع رأس هذا الميكروفون فقط. ها هو أحمر الشفاه السري، سأضع قدر ما أشاء. ممتاز، هذا يكفي. الآن سأعود إلى المسرح. الروعة. لو حذرتني لكان ذلك لطيفاً. على كل حال، حسناً أيها الصف، هذا اختبار صعب جداً. هل فهمتم؟ هذا درامي جداً. جهزوا أقلامكم. كيف يفترض بي معرفة هذه الأشياء؟ ليس سيئاً. لابد أن هناك طريقة للتحايل على ذلك. حان وقت استخدام قلمي المميز. حسناً أيها القلم المميز للغاية. ها أيها القلم، افحص المعادلات. ماذا يحدث هناك؟ ماذا؟ مهلاً. أجل. جيك. أوه، آسف جداً على ذلك. يا للأطفال. حظاً سعيداً في المرة القادمة. سأستخدم ما لدي. قم بعملك. عدت إلى العمل يا عزيزي. انظروا إلى ذلك. ما هذا بحق السماء؟ جيك، سلمه لي. لربك. يا للهول، هذا سيء جدا، أليس كذلك؟ لكن هذا كل ما لدي. لم ينتهي ذلك. ألقي لعبة الفقاعات. شكرا، لن أخسر شيئا. أين تلك البقعة المميزة الرائعة؟ بينغو، لنرى ما هنا. ماذا؟ يا للروعة، هذا مذهل. جديا؟ لقد اكتفيت من ذلك. مهلا، سأتخلص منها. ها هي، انتهى كل شيء. مهلا، انظروا إلى طريقة الغش التي تستخدمها ساني. علي الحصول على ذلك. مرحبا، كيف تفعلين ذلك؟ أعطني هاتفك، هذه الحيلة أسهل مما اعتقد. رايت. تفضل. أجل. شكراً، من الأفضل ألا يمسك بي مجدداً. يمكنني تمرير الشاشة عبر الحافظة أيضاً. هذا الشيء مفيد جداً. هل الكلام ممنوع؟ جيد، لقد خدعتها. سنحصل على درجة ممتازة. أتساءل عما سيبدو عليه الخاتم إذا ارتديته. ليس بحالة سيئة جداً. رائع. طالما أنكم تضيفون هذا أولاً، سوف أنتما بحقكما. هذا مهم، انتبها. أنتما لماذا لا ينصتان؟ دائماً ما يضحكان. انظروا إلى تلك الابتسامات، هذه الابتسامات العريضة. لا يمكنني تحمل ذلك أكثر. كفى. يسرني أني جذبت انتباهكم الآن، لكن لذلك ثمن. يبدو أن هذا مؤلم. لا يمكنني الاستراحة اليوم. هذا مؤلم. أيها المسكين، ربما يمكنني المساعدة. رأيت هذه الحيلة ذات مرة على تيك توك. سيدي، أيمكنني المساعدة؟ أعطني يدك. يبدو هذا سيئاً، لكن القليل من الصامغ سيفي بالغرض. الآن نحتاج إلى أن يجف فحسب. هل أنت مستعد؟ كل ما نحتاج إليه هو نزعه جيداً. أرأيت؟ كان ذلك مدهشاً، تستحقين كأساً على ذلك. تفضلي. لقد فزت، انظر إلى ذلك. أحسنت يا صاني. أليس هذا الفستان جميلاً؟ يا مقزز، ماذا؟ هناك عرق على وجهك، هذا محرج.
أحتاج إلى البودرة. هذه الفرشاة مثالية لهذه المهمة. شديدة الامتصاص ستجفف وجهي بسرعة. حانت اللحظة. كل هذه البودرة؟ أوه، أرد حساسيتي. سأستخدمها الآن. هل غطت كل العرق؟ ملمسها رائع. ولن أنسى أنفي. هل أبدو أفضل الآن؟ نعم، إنها بحاجة إلى مرآة. زال كل العرق. كدت أنتهي. ها أنا ذا. ما التالي؟ أوه، علي تصفيف شعري بشكل ما. ستبدو التجاعيدات جيدة. والآن علي الانتظار. ينبغي أن يفي هذا. ماذا؟ أين التجعيدات؟ لماذا لا ينجح هذا؟ لا أفهم السبب. الأسلاك، هل أكلتها؟ ماذا؟ يستحيل أن أتمكن من إصلاحها. لماذا يحدث هذا لي دائماً؟ لن أحظى بتجعيدات أبداً. هل كل شيء بخير يا عزيزتي؟ ما الخطب يا عزيزتي؟ حالة التجعيد خاصتي لا تعمل. انظري. ربما يمكنني إصلاح هذا. أحتاج إلى فرشاة الشعر هذه فحسب. ماذا؟ أمي، أريد تجعيدات. أولاً سأخذ قليلاً من شعرك وسألفه حول فرشاة الشعر. سنلفه بشكل محكم. نحتاج إلى حرارة، لذا يمكننا استخدام مجفف الشعر. ثم نفك شعرك لأسفل. مستحيل، وصلي يا أمي. هذا سهل جداً، سيلائمك هذا جداً. هذه آخر خصلة. حسناً، لقد انتهينا. ما رأيك؟ هذا مذهل، شكراً يا أمي. على الرحب والسعة يا عزيزتي، استمتعي بوقتك. حاضراً يا فتيات، لكن يمنع استعمال المكياج هنا. لدينا الكثير لنتعلمه اليوم. تحدثي عن نفسك أيتها المدرسة. نعرف جميع الأسرار وأفضل الأماكن لإخفاء المكياج. أفكار عبقرية، صحيح؟ تحققي من هذه الأماكن الرائعة. تابعينا حتى النهاية وستعرفين جميع الخدع. فتيات، هل ما أفكر فيه صحيح؟ برتقالة؟ أجل، يا له من لون جميل، صحيح؟ لا أفهم ما يحدث. أتناول تفاحة لذيذة فحسب. هذا مسموح، صحيح؟ أعتقد أنني أتخيل أشياء مجدداً. هذا صحيح، لا شيء هنا. أتمنى أن تنجح الحيلة. هيا بنا. درسوا! من الأفضل أن أبدو معترفة. مرحباً، أنا هنا للزيارة. حسناً، لكنك تعرف القواعد. مستحضرات التجميل ممنوعة. أجل، أعلم ذلك. حسناً، ما هذا؟ أخبرني. إنها مصاصات مثلجة. حقاً، تبدو لذيذة. هل يمكنني أخذ واحدة؟ بالتأكيد، تفضلي. أشكرك، إنها لذيذة جداً. هل تريدين البقية؟ هل يمكنني أخذ هذه الياني؟ أجل، إنها مزعجة بعض الشيء. نجحت! مرحباً! انظري ماذا أحضرت لك. مصاصة مثلجة؟ لذيذة! لا تأكليها، انظري بداخلها. رائع، طلع أظافر. هذا أفضل من المصاصات المثلجة. أردت المساعدة فحسب. هذا اللون رائع، إنه يناسبني تماماً. انتباه يا طلاب، سيكون هذا في الاختبار. أكره صف الرياضيات. المعلمة مشغولة، إنها فرصتي. أين هو؟ الرياضيات مثيرة للغاية. ماذا؟
هيا وجدته. ها أشلي. مرحبا، أنا ماذا تفعلين؟ أنا لا شيء. أنا أراقبك. كان ذلك وشيكا. علي الإسراع. كلا، ليس ما أريده. لا يشك في أحد. أشلي، أبقي يديك على المكتب. ها هي سعيدة. لا مزيد من الهراء. عجبا، إنها غاضبة ولكنها لم تقل شيئا عن قدمي. أنا مسرورة جدا لممارسة اليوغا. كنت أصل. هذا صعب. كلا، مجددا يا أشلي. وصلي. حسنا، نجحت وحصلت على مكياجي. مهلا، حافظة الأقلام تعطيني فكرة. قد ينجح هذا. أزيل الغطاء والأقلام من الحافظة. ضع الغراء على حافة قلم رصاص صغير، ثم ضع القلم داخل الغطاء. كرري هذا مع أقلام أكثر. أكملي حتى يمتلئ الغطاء كله، ثم ضع مكياجك داخل الحافظة. تأكدي من اختيار الأساسيات فحسب، ثم ضع الغطاء. حافظة المكياج الخاصة بي للصف، ولن يعرف أحد. هذا مكياج؟ كل ما أحتاج إليه هنا. ما أحتاج إليه لإضافة لمسات سريعة. فكرة ذكية، أليس كذلك؟ أحببت تلك الفكرة. لنكشف ذلك معا. أتدور من الجوع؟ ستسكت حبة الكوكيز هذه جوعي. يسيل اللعاب من فمي. تعالي إلى فمي. أخافني الجرس كثيرا. حبة الكوكيز ستسقط على الأرض. لا، ساعديني، أنا أسقط. ستظهر كدمة في جسمي. هناك أوساخ كثيرة. مرحى، أريد أن أدفن نفسي في هذه الأوساخ. هل يمكنني أكلها؟ هل يمكنني أكلها؟ كيف اتسخت بهذه السرعة؟ هذا مقزز. أن أضع هذه الأوساخ في فمي. يا، هذا أفضل يوم في حياتي. مقزز. لا تزال صالحة للأكل، صحيح؟ لن يقتلني القليل من الوساخ. سأكلها. يا إلهي، ما خطبها؟ هذا مقزز. هذه أغنيتي المفضلة بلا شك. ماذا حدث للأضواء؟ هل أنا في خطر؟ مهلاً، ماذا كان ذلك؟ من هناك؟ مرحباً، هل أنت مستعدة للاحتفال؟ ياي! لا أصدق، أهوى موسيقى الجيتار. هذا مذهل، أحب عملي كثيراً. أوهو، أحتفل مع فنانتي المفضلة. أجل، حان الوقت لأشق طريقي إلى الداخل. الآن أين ذهبت؟ يا إلهي، لقد نجحت. كان ذلك في غاية السهولة. والآن سأخرج مكياجي. حان الوقت لوضع ملمع الشفاء. والآن إنه وقت الاحتفال. كدت أنتهي من هذه البكرات. آخر بكرة. انتهيت. سيبدو شعري رائعا. حان وقت النوم. أنا متحمسة لرؤية تموجات شعري في الصباح. سأخلد إلى النوم الآن. آي، هذا مزعج. حسنا، سأنام على جانبي، سيساعدني. لم يساعد على الإطلاق. حسنا، هذا الجانب أفضل. ابتعدي عن طريقي أيتها البكرة. كل ما أريده هو النوم والاستيقاظ بشعر مموج. لقد طفح الكيل. سأزيلها كلها. يبدو أن شعر الأملاس قدري محتوم. هذا ظلم. لحظة، خطرت لي فكرة. حسناً، سألف شعري أولاً ثم سألفه حول رأسي هكذا. سأثبته الآن بمسبك. ممتاز، إنه ثابت في مكانه. أجل، هذه طريقة رائعة.
حسناً، سألف الآن الجزء الثاني من شعري، ثم سأضعه على الجانب المقابل أيضاً. مسبك آخر وانتهيت. عظيم، سأحاول الخلود للنوم الآن. هذا مريح جداً، كما أنه مريح على الجانب أيضاً. حان وقت النوم. لقد نمت جيداً. أوه صح، شعري. سأفكه وأرى النتيجة. حسناً، سأحركه و... يا للروعة، لقد نجحت الحيلة. انظري إلى هذه الخصل المموجة، كانت الطريقة أسهل بكثير من اللفات المزعجة. تسريحة جميلة، أنا مستعدة لهذا اليوم. أوف، أنا جائعة. أوه، فراولة. مرحباً، ألست جميلة؟ تبدو شهية. أوه، هذا ممتع. في الواقع ما المشكلة؟ لماذا توقفتِ؟ هل يمكنني؟ أجل، الكريمة المخفوقة ستمنح الفراولة مذاقاً حلواً. أوه، كم هذا ممتع. إنها لذيذة. تعالي إلى فمي. يا سلام، طعمها ألذ الآن، والمزيد من الكريمة المخفوقة. واو، هذا رائع. كل هذه الكريمة المخفوقة، هذه أفضل وجبة خفيفة. واو، مقاطع التيك توك مشوقة، على عكس هذا البروكلي الممل. سقط البروكلي. كيف وصل إلى هناك؟ هناك بعض الأوساخ. هل رأيت حلوى مصاص؟ أضعتها قبل حوالي سنة. ماديسون، لقد عثرت علي. لا، الحمية. كان ذلك وشيكا. الخضار مفيدة وصحية. ماديسون، طعمي أحلى بكثير. هل أخدع نفسي؟ أفضل نكهة الفراولة، وهي في حالة ممتازة. تعلمين أنك تريدين أكلي. يمكنك بدء حميتك غدا. ربما أتذوقها فحسب. أجل، الخيار الأفضل بالتأكيد. يمكنني تناول سلطة لاحقا. أظهري حبك لي. لحظة، يجب أن أسيطر على نفسي. لكنني ظننت أنك تحبينني. الأوقات العصيبة تتطلب إجراءات يائسة. استسلمي لفخ السكريات. سكريات، لن تعيشي بدوني يا ماديسون. أحتاج السكريات. هذا صحيح، أبقي عينيك علي. لعقة واحدة فقط. حسناً، سأتذوقها الآن. أهلاً وسهلاً، اقتربي أكثر. كم اشتقت إليك. لن أتناول البروكلي بعد الآن. أنا سعيدة جداً. لا يمكن، هذه الهدايا مذهلة. آني، عيد ميلاد سعيد. هل هذه من أجلي؟ بالتأكيد. أتساءل عما بداخلي، أتحرق شوقا لذلك. مستحيل، إنه ملمع شفاه الذي طالما حلمت به. لونه مثالي. شكرا جزيلا. سيبدأ الدرس، لا وقت لذلك. تمام يا طلاب، لنتحدث الآن عن الفن التجريدي. يمكنني تجربته الآن. فالألوان الممتعة جزء من الفنون، صحيح؟ أعتقد أنني في حاجة إلى القليل من الألوان اللامعة، وأعلم ما يمكنني استعماله. يشبه الطلاء كثيراً. والآن بينما تتفحصون الجسد، آني؟ عذراً. والآن أنظر عن كثب. أعتقد أنني وجدت الحل، لكن يمكنني استعمال المزيد. يمكن لهذه الفرشة رسم الشعر بدقة. كما قلت. إنها صارمة جداً. إنه مجرد تمثال صغير، ستواصل التحدث عنه بالتأكيد. الأمر الذي سيمنحني الفرصة الذهبية.
لقد اشتقت إليك كثيراً. أحم، ضعي ملمع شفاه جانباً. أين سأضعه الآن؟ تبدو عبوات طلاء متشابهة، لن تتمكن من التمييز بينها. مثير، ربما يمكنني. ماذا؟ ضعيه هنا. بالطبع. هل تودين إخفاء ملمع الشفاه؟ أحضري بالوناً فارغاً واحشري ملمع الشفاه داخله، ثم قصي البالون هنا. استعمل الغراء لإخفاء طرفه، ثم مدد البالون فوقه. ثبتي بإحكام حتى لا يتمزق. يبدو رائعاً للغاية. واو، فكرة عبقرية. لن يعرف أحد أنه مكياج. حان وقت وضع القليل منه. انظروا إلى مدى جماله، أفضل بكثير. ها؟ هل هذا المزيد من المكياج؟ آني، هل شرحت لي؟ أستعمل الطلاء فحسب يا آنسة، إنه فن. طيب، لا أمانع في هذه الحالة. فيو، أشعر أنني جميلة. من الممتع تناول الطعام مع الأصدقاء، لكن هل تتخلى عن آخر قطعة بيتزا لصديقك؟ تناوليها. شكراً. سأتناول هذه القطعة. فلفل، أنا أكره الفلفل. هل كل شيء على ما يرام؟ أجل، هذا المكان رائع، لكن تنقصه بعض الحرارة. هذا أفضل. يا إلهي، فمي يشتعل. كريس، هل أنت متأكد من أنك بخير؟ هل بقي أي شيء يمكنني شربه؟ مهلاً، هل هذا حليب؟ هل يمكنني شربه؟ أرجوكي، فمي يحترق. شكراً. هذا مصدر الحرارة، تتصرف برعونة. حان وقت ردعها. أنتِ؟ ها؟ ماذا؟ سأطفئ هذه النيران. ها، سرحت شعري قبل قليل. انتهت مهمتي هنا. أشعر بغضب عارم. اشتعلي يا نيران. إنها لا تتعلم أبداً. ليس مجدداً. حسناً، أنا أستسلم. وهو المطلوب. أوف، كان ذلك مرعباً. كان مرعباً للجميع. يا له من جبان. لا يتحمل الجميع الأكل الحار. لا أصدق أننا وصلنا ليوم الجمعة بالفعل. من يا ترى؟ إنه جيك، ويود أن نخرج في موعد. هذا مذهل يا آني. أتساءل عما يمكنني ارتداؤه. ها؟ متى ظهرت هذه؟ لا يمكن أن يراني جيك بهذا الحال. أعمل أن يكون متفاهماً. لا تلغي الموعد يا آني. لماذا؟ لست مضطرة لفعل ذلك. مستحيل. سأريك خدعة صغيرة. أنا على وشك بدء العمل السحري. رشي رذاذ الشعر على فرشاة المكياج واغمسي الفرشاة في كريم الأساس. هل أنت مستعدة؟ لنفعل ذلك. سأرش القليل هنا. صار لديك الآن الكثير من النمس، وتبدو جميلة وطبيعية هكذا، ولن يلاحظ تلك البثرة. لا أصدق، لم يعد بإمكاني رؤيتها. شكراً. ها أنت ذا. من المؤكد أنه جيك. لم أعد في حاجة إلى إلغاء الموعد الآن. لقد سبقني. لا أكترث، أبدو جميلة هكذا.